عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماعاً لمناقشة سبل تنمية سوق الأوراق المالية، وتطرق الاجتماع لمناقشة ما تم تداوله ونشره من أخبار مجهولة المصدر خلال الفترة القصيرة الماضية بشأن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، وتم التوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الأكاذيب، كما تم التوافق على أن تقوم مصلحة الضرائب بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة بوضع الإجراءات اللازمة لاحتساب وتحصيل الضريبة من عام 2024. استضافت القاهرة عدداً من اجتماعات أعمال بعثة الاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى مع الجهات الوطنية وأعضاء البعثة لمناقشة الإجراءات والسياسات المتعلقة بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة. يأتي ذلك في إطار الدور التنسيقي الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وما يحظى به الملف الاقتصادي من أهمية كبيرة في العلاقات المصرية الأوروبية، لا سيما في ضوء ما تنفذه الدولة المصرية من إجراءات لتعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بما يدفع تعافي الاقتصاد المصري ويحقق النمو الشامل والمستدام. شارك رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ في فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية لعام 2024، والذي يعتبر أكبر حدث للبورصات والأسواق المالية في الشرق الأوسط، واستضافته هذا العام بورصة قطر. يعمل المؤتمر على خلق أرضية مشتركة بين أسواق المال العربية وتعزيز التكامل فيما بينها وتسهيل حركة السيولة بين تلك الأسواق. في سوق المال، سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاً جماعياً لدى إغلاق التعاملات مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والمستثمرين الأفراد الأجانب والمصريين والعرب، بينما مالت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية نحو البيع. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 44 مليار جنيه ليبلغ مستوى 1.718 تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فقد قفز مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 3.36% ليصل إلى 25,270 نقطة. كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.74% ليصل إلى مستوى 5,670 نقطة. وشملت الارتفاعات مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا، والذي زاد بنحو 2.25% ليصل إلى مستوى 8,117 نقطة. ونتحول إلى أسواق البترول العالمية، حيث انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1% مواصلة التراجع لليوم الثالث على التوالي، بضغط من تزايد الأمال في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، وبالتزامن مع ارتفاع مخزونات الخام وإنتاجه بالولايات المتحدة الأمريكية. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بما يعادل 1.44% إلى 88.63 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.59% إلى 80.63 دولار للبرميل. في المقابل، تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 75% لتصل إلى $2.50 للتر، وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.25% لتسجل $1.95 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهرت تقديرات مبدئية للهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة انخفض 1.8% على أساس سنوي في الربع الأول، مع استمرار تأثير تراجع الأنشطة النفطية سلباً على النمو الإجمالي. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 3.7% في الربع الرابع من عام 2023، حيث أثر تخفيض إنتاج النفط وانخفاض أسعار الخام على الاقتصاد.